اختتمت أمس فعاليات الأسبوع المغربي البحريني للصناعة التقليدية بحضور رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة الشيخ خالد بن حمود الخليفة والسفير المغربي لدى المملكة السيد أحمد رشيد الخطابي. هذا المعرض الذي يعد الأول من نوعه شهد إقبالا كثيفا من قبل الزوار من داخل البحرين وخارجها، ممن حظوا بمشاهدة أهم الصناعات اليدوية والحرف القديمة التي تشتهر بها مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، إلى جانب الاستماع لتشكيلات من موروثات غنائية شعبية أدتها فرق موسيقية بحرينية ومغربية. تفاصيل أوفى في سياق تقرير محمد الرشيدات. التباهي بذاك المكنون المهاري الذي تسخر به تلك الخزائن الضامة لمتنوع الصنائع التي كشف عن تفاصيلها البراقة الموروث الشعبي للمغرب العربي والمشرق ذاته، لقاء الحرفة والمحترف لامتهانها مع المناظر لتلك الصنعة وما قصة تاريخها، كلها إجابات لازمتها إيجابيات قادها نحو الاكتمال ليتضح الجمال الذي تحمله الأسبوع المغربي البحريني للصناعة التقليدية. الحرفيين والأخوات الحرفيات استفادوا من هذه الملتقى بحيث أنهم أخذوا خبرة من بعضهم البعض، تبادل خبرات، التسويق والترويج، الورش العمل المشتركة، وأيضا فرصة لبيع منتجاتهم. الانسجام والتناغم الكبير الذي كان ما بين الحرفيين المغاربة وإخوانهم من البحرين، فهناك تقاسم في الكثير من الحرف، وهناك عمق في التجربة الحرفية، وهذا يبين مدى أصالة وتميز الموروث الحضاري في البلدين الشقيقين. فرصة التلاقي الأولى من نوعها كانت قد وفرت لما يزيد عن 22 حرفة بحرينية ول13 حرفة مغربية عرض ذاتها أمام مختلف الأذواق التي خاضت تلك التجربة المتكاملة في رؤية واقتناء المنتوجات التي نمقتها أيادي الحرفيين المغربيين والبحرينيين على حد سواء. لباس الرجال المغربي، الرجل المغربي، فيه مجموعة خليط من الأشياء بمسمياتها، هناك الجلباب، هناك القندورة، هناك الجبادور، هناك القفطان. أول مشاركة تصير بين المملكتين ومشاركة حلوة كانت. التراث الشعبي البحريني طبعاً، يعني الناس اللي يشوفون المعرض بينا لهم يعني هاي تراثنا وهاي تقاليد مال البحرين. شفت بعض المنتجات المغربية والبحرينية، في بعض يعني تقارب يعني في المادة الأولى، بس يعني من بعد يعطي كل واحد اختلاف وطبعه الخاص وتقاليده وحضاراته في المنتوج. في شيء جديد هو تناغم اللون المغربي والبحريني والتشكيل، يعني واضح انه بين المحلات وفي فرقة موجودة، يعني صناعات. أحس روحي كأني في المغرب، ما شاء الله صناعة يدوية ومن التراث المغربي، ودي شلون القفطان المغربي، شلون الطباخ المغربي بعد. معرض أعطي العلامة الكاملة من خلال إثبات قدرته على النهوض بقطاع الصناعة التقليدية بالشكل الذي ينسجم مع تطلعات البلدين الشقيقين، باعتباره من أهم القطاعات الإنتاجية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتنمية قدرات الإنسان بالدرجة الأولى. من هنا ومن هنا أيضا وصولاً إلى هنا وانتهاءً بالمكان الذي يربط خيوط الحكاية ببعضها، حكاية المشرق مع المغرب، موروثات شعبية رغبت في احتضان أصالتها وعراقتها، أروقة جمعت تحت سقفها حرفاً تبهر وأخرى تأخذك نحو تفاصيلها دون أي مقاومة تذكر. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.